نفذت رابطة أمهات المختطفين صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري بشارع جمال، احتجاجا على استمرار اختطاف المئات من أبنائهن في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع وتعرضهم للتعذيب اليومي بالرغم من دخول إضرابهم عن الطعام أسبوعه الثالث. وفي رسالة لأمهات المختطفين ناشدن فيها بإطلاق سراح أبنائهن حتى يتسنى لهن صيام شهر رمضان الكريم مع أبنائهن وأزواجهن وآبائهن، ولا يأتي الشهر الكريم إلا وقد تم إطلاقهم جميعا. وأحرقت المشاركات في الوقفة مقارمهن وظفيرة شعر إحدى الأمهات التي ترمز إلى احترام المرأة اليمنية وشهامة القبيلة تجاه أي طلب لهن بعد هذا الموقف. ووجهنا مناشدة إلى كل الأحرار بالوقوف إلى جانبهن في قضية أبنائهن المختطفين لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع. أشهدكم الله، أنا أشهدكم الله، أخرجوا عيالنا، أخرجوا أخوتنا، أنا أشهدكم الله بحق الأخوة، بحق الإسلام، خافوا من الله، إحنا كلنا يمنيين، كلنا مسلمين، إحنا أخوة، أنا أشهدكم الله، أنا أشهدكم الله، يا أخوانا أخرجوا على أخوتكم وعيالكم، يا رب فرج على المظلومين يا الله، يا الله يا أهل اليمن كلهم يا الله، يا الله يا أهل اليمن يا الله، أنا أشهدكم بالله، أنا أشهدكم بالله، أخرجوا عيالنا، أخرجوا عيالنا، بحق الأخوة، بحق الدين، بحق الإسلام، أسألكم بالله، أسألكم بالله، أخرجوا عيالنا من السجن، أخرجوا عيالنا من السجن، أنا أشهدكم بالله، أهلا أخوانكم، أهلا أبناءكم، إحنا أخوة، إحنا في اليمن، إحنا في بلاد الحكمة، بلاد الإيمان، الإيمان يماني والحكم يمانية، خافوا من الله. جهزت هذا الستارة لموقي أجي نحرك عندك، هذا شعر مرض ابني قصته، قصته لا يخرج، تخرج لا يخرج زوجها. الله 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 ال